اتهامات تلاحق أمنية ومسؤولة قضائية تم تنقيلي من أصيلة بالتورط في قضية بارون مخدرات محكومة في قضايا الإرهاب. موهبة برشلونة جمال يتحول إلى قضية وطنية في إسبانيا وعائلته تفضل تمثيل المغرب. قضية لامين جمال رئيس جامعة الكرة سبق أن تواصل معه ومع والده ووافق على حمل ابنه لقميص المنتخب المغربي. التفاصيل في هذه الحلقة. والدة الفنانة سلوى زرهان تخطف الأنظار بجمالها. خبيرة التجميل هند مكاوي تدخل القفص الذهبي. لماذا لا تنجح جينيفر أونستون في علاقتها؟ التفاصيل في هذه الحلقة. النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتصدر الترند بعد ظهوره بالجلباب السعودية. بعد سنة كاملة التوأم صفاء وهناء يستعدان لإصدار جديدهما الفنية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولم الجميع مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز الجديد. قبل مبدأ الحلقة كنشكر جميع المتابعين الكرام للتفاعل ديالكم ولو أنه بسيط جدا لأن القناة كانت سابقا الفيديو كيوصل 200,000 مشاهدة ودابا حاليا كان في رحم ديك 15,000 20,000 مشاهدة. فشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم وكنشكركم بزاف والشكر قليل في حقكم ودائما كنوعدكم المزيد والمزيد من العطاء في القناة وطبعا بالدعم ديالكم المتواصل. لازالت قضية أحد بارونات المخدرات بمدينة طنجة والمحكوم في قضايا الإرهاب تثير المزيد من الاهتمام لدى الرأي العام المحلي والجهوي عقب تفجر ما يرجح أن يزلزل ويسقط عدة رؤوس جديدة بسبب شبهات تورط مسؤولين وتشابك مصالح شبكة من مختلف المشارب. مصادر مقربة من الملف كشفت عن شكايات تتعلق بتظلمات حول تدخلات مفترضة من مسؤولين بأسلاك مختلفة للتأثير على مجرى الملف الذي يتعلق بجرائم الاتجار الدولية في المخدرات وقضايا الإرهاب. المسجلات تشير إلى شبهة تورط مسؤول قضائي سابق بمدينة أصيلة تم تنقيله حديثا لمدينة مجاورة مع اتهامات لدركية. حسب شكايات المتظلمين تم تنقيله بدوره من ذات المدينة إلى مدينة بلجيا الشرقية. إحدى نسخ هذه الشكايات تحت رقم 4,457 و433 و2022 الموجهة لوحدة غسيل الأموال والاتجار في المخدرات بقطب القضايا الجنائية برئاسة النيابة العامة حول تظلم من إجراءات البحث في مسطرات جنحية كيدية اتهمت بشكل مباشر مسؤول قضائي سابق بمدينة أصيلة بالتورط في صياغتها بهدف كيدي وانتقامي وهو ما تم البحث فيه من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط. وهي شكاية التي حصلت على أحد المنابر الإعلامية على نسخة منها. ويترقب الرأي العام المحلي والجهوي ما ستؤول إليه الأبحاث التي تجريها النيابة العامة على ضوء الشكايات المتوصل بها لتحقيق العدالة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له الإساءة لمؤسسات سيادية ممن تحوم حولهم شبهات الفساد داخل هذه المؤسسات. تحولت قضية موهبة نادي برشلونة الشاب اليافع لامين جمال إلى قضية وطنية في إسبانيا عقب تداول بشكل واسع رغبة والديه في تمثيل المنتخب الوطني المغربي بدل نظيره الإسباني. ونقلت كبريات الصحف الإسبانية صور النجم اليافع على صدر صفحاتها الأولى بعناوين عريضة تتخوف جميعها من تمثيل نجم برشلونة للمغرب بدل إسبانيا، خاصة مع العمل الكبير الذي تقوم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وكشفت صحيفة سبور الصادرة من برشلونة أن الناخب الوطني وليد الرجراجي حسم في وضع اسم لامين جمال على لائحة اللاعبين الذين سيتم دعوتهم بشكل رسمي لمباراتي ليبيريا في أكادير وبوركينا فاسو في فرنسا. كشفت العديد من الصحف الإسبانية اليوم أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أرسل مندوبين للاجتماع مع إدارة برشلونة من أجل عقد جلسة مع لامين يامال البالغ من العمر 16 عاما. وفد الاتحاد الإسباني التقى بمسؤولي برشلونة واللاعب من أجل إقناعه بالالتحاق بالمنتخب الإسباني، خصوصا أن لامين من أب مغربي وأم غينيا الاستوائية ويمتلك أيضا الجنسية الإسبانية. ويسعى مسؤول الكرة في إسبانيا من خلال هذه الخطوة إلى قطع الطريق أمام الجانب
المغربية الذي يتحرك لجلب يامال للمنتخب المغربي كما فعلوا مع عبد الصمد الزلزولي. وسبق لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجعة أن اجتمع مع لامين يامال ووالده على هامش مباراة المنتخب المغربي ضد منتخب تشيلي في إسبانيا. ووجه آنذاك فوزي لقجعة دعوة لعائلة يامال لحضور المباراة الودية التي جرت قبيل مونديال قطر بملعب إسبانيول ببرشلونة. وخلال الاجتماع أعطى والد لامين يامال نجم برشلونة الصاعد الموافقة لاستدعائه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلا أن اللاعب طلب مهلة لحسم قراره بعدما كان تركيزه منصبا على ضمان الأساسية في برشلونة، وهو ما ناله مؤخرا. سرقت والدة الممثلة الشابة سلوى زرهان أنظار رواد منصة التواصل الاجتماعي بالإنستغرام الذين أشادوا بجمالها. وظهرت الممثلة المغربية سلوى زرهان في صورة تم تداولها عبر صفحات بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وظهرت وهي تقبل والدتها. وأجمع عدد من المعلقين على أن سلوى زرهان تشبه والدتها بشكل كبير، مؤكدين على أن هذه الأخيرة تظهر وكأنها في عمر 20. وفي سياق منفصل، لازالت الفنانة المغربية سلوى زرهان مستمرة في تصوير مشاهدها بمسلسل أحلام بنات الذي يضم مجموعة من الفنانين من بينهم حنان الخضر ورضا العلوي وسندية تاج الدين وآخرون. أعلنت خبيرة التجميل المغربية هند مكاوي عن دخولها للقفص الذهبي من خلال منشور شاركته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام. وشاركت خبيرة التجميل هند مكاوي صورا لها من عقد قرانها عبر حسابها الخاص بموقع الإنستغرام مع حرصها على إخفاء ملامح زوجها. وأرفقت مكاوي الصور بتعليق كتبت فيها: الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات كبيدات. اليوم بغيت نشارك معكم يوم مميز في حياتي، يوم خطوبتي، وبغيتكم تدعوا معايا من قلبكم. الله يفرح كل البنات ويحقق لكم كل ما كتمنوا ان شاء الله يا رب. وتلقت هند مكاوي رسائل التهنئه من طرف متابعيها وعدد من الفنانات على راسهم الفنانه الشعبيه زينة الدوديه والموديل المغربيه ابتسام بطمه. رغم نجاح الممثلة الأمريكية جينيفر أنيستون المهنية وشهرتها الواسعة في جميع أنحاء العالم كنجمة بارعة، فإنها لم تحظى بعلاقة ناجحة في حياتها، وهو ما أكدته في آخر لقاءاتها الصحفية كاشفة السبب الذي يقف وراء ذلك، إذ أصبحت أنيستون أكثر صراحة بشأن كيفية تأثير علاقة والديها على الطريقة التي تتعامل بها مع علاقاتها. وفي قصة غلاف جديدة لصحيفة وول ستريت في عدد مجلة أزياء المرأة الخريفية، تحدثت الممثلة البالغة من العمر 54 عاما عن تأثير ديناميكية علاقة والدتها ووالدها عليها في السن المبكرة وكيف انعكس ذلك على حياتها الشخصية، قائلة: كان الأمر دائما صعبا بعض الشيء بالنسبة لي في العلاقات على ما أعتقد لأنني كنت وحيدة. وأوضحت نجمة مورنينج شو أن مراقبة علاقة والديها الراحلين نانسي داو وجون أنيستون لم تجعلها تفكر في أنها تريد الزواج أو تجعلها تقول إنها لا تستطيع الانتظار حتى تجد شريك حياتها. واعترفت أنيستون بأنها جيدة في كل وظيفة أخرى لديها، وأن المجال الوحيد الذي لا تتقنه هو العلاقات، وهو الأمر الذي ما زال يشكل تحديا لها. فاجأ نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي الملايين من جمهوره وعشاقه في العالم العربي بعد ظهوره مرتديا الثوب السعودي في أحد شوارع المملكة العربية السعودية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ارتداء كريستيانو رونالدو الجلباب الأبيض في أحد الشوارع، معبرين عن سعادتهم بظهور أحد أساطير كرة القدم بالزي السعودي. وأشاد محبي كريستيانو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بانخراط رونالدو في المجتمع السعودي منذ انضمامه إلى نادي النصر، مؤكدين أنه سينقل صورة إيجابية لكل متابعيه ومحبيها. الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو انضم إلى صفوف النصر في ديسمبر الماضي في صفقة تاريخية، حيث يعد رونالدو أول نجوم كرة القدم العالميين بعد انضمام كوكبة من نجوم العالم إلى صفوف أندية بطولة الدوري السعودي للمحترفين. أعلن
أعلن التوأم صفاء وهناء الرايس يوم الأربعاء عبر صفحتهما الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي بالإنستغرام عن عودتهما للإصدارات الفنية بعد غياب دام لسنة. وكشف التوأم صفاء وهناء الرايس عبر خاصية القصص القصيرة بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام عن استعدادهما لإطلاق عمل فني جديد. ووجه التوأم الشهير سؤالا للمتابعين بخصوص الأغنية الجديدة والتي من المتوقع أن تحمل عنوان سجن الحب. في سياق منفصل تستعد الفنانة هناء الرايس لاستقبال مولودتها الأولى من زوجها المصري هادي خضر. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم، ودائما أدعوكم للاشتراك في هذه القناة والتفاعل معنا حتى ترقى نحو الأفضل بإذن الله، وطبعا بدعمكم سنواصل من تطوير هذا المحتوى. إلى اللقاء.